إذا دورت على الحب منيح رح تقدر تلاقي الشخص اللي بدك إياه، وإذا دورت على الكراهية رح تشوف الشيء اللي العالم بدهن إياك تشوفه. وين ما كنتي متخبية يا مايا، كرهي لإلك رح يقدر يوصلني لإلك، لأنك أنتي ما بتستاهلي حبي أبداً. مايا؟ الحب والكره اثنيناتهم وجهين لعملة واحدة يا أرجو، ما بيكمل الأول بدون الثاني. أنا قدران أشوف قلبك المكسور بكرهك إلي وبحبي إلك، عم شوف وعودنا وذكرياتنا. يه لين عم يطلع هذا الصوت؟ لك أنت شو عم تعمل؟ لك خلص أنت مجنون؟ يا أخي مين رح يعوضني عن خسارتي هاي؟ أنت نسيت كل الوعود وفي ذكريات أنا بدي إني أمحيها. تعال لعندي بسرعة أرجو، لأنه الحياة مو كاملة بدونك. الحياة قدامنا ولسه ما انتهت، والحب ما بيموت أبدا، والموت الموت هو مجرد حجة أرجو لحتى نلتقي من جديد. هلأ رح نلتقي بالمكان اللي السما تلتقي فيه بالأرض، حبنا نحن، عالمنا، أحلامنا، رح نلاقيها هنيك. تاكسي خدني على التلة القريبة، يلا.
الدنيا بتتغير يا سانج، بس انتي ما بتتغيري، لساتك مثل ما كنتي، لطيفة، بريئة، مسالمة وطيبة زيادة عن اللزوم يا سانج ماتور. المكان يلي انتي عم تهربي عليه هلأ يا سانج، ما رح تلاقي فيه غير الموت وبس. المسافة اللي بيناتنا صارت قريبة كتير. خبرتك يا أرجون إنه الحب رح يقدر يدلك على قدرك. شوف، هون هو قدرك. الحب مانو إحساس يا أرجو، الحب وعد. مشان نحن نقدر نوفي بالوعود الواحد لازم يضحي، وأنا بعرف إنه أنت قدران تضحي بأي شيء مهما كان مهم عندك لحتى تاخد حبنا لقدره، حتى لو هالشي بيعني إنك تضحي بالشخص يلي بتعتبره الأقرب إلك. رفيقتي، صار دورك لحتى تعرف الوجع يلي بتحس فيه لما حبك بيروح أرجو. أنا صار لي سنين عم عيش بهذا الوجع، واليوم أنت رح تعيشه كمان. يلا أرجو، روح وشوف سانجو هي عم تموت، شوف لحظاتها الأخيرة بهالحياة، روح لحتى تشوف تعبك كله عم يضيع قدام عيونك. مين انت؟ لا تعمل لي شيء، بترجاك لا تأذيني. أرجون 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 أرجون. بترجاك لا تعمل لي شيء. قلي مين انت؟ مين انت؟ بترجاك اتركني روح، بترجاك بترجاك.
سامعي؟ هاي هاي هاد موتوري، هاي هاي استنى هاي. سانج سانج، يا معلم لو سمحت، انت شفت شي صبية قريبة من هون؟ كان في صبية عم تركض ورا الباص، بس ما بعرف اذا نفس الصبية اللي عم بتدور عليها. طيب كانت هاي هي الصبية شي؟ ايه هاي هي. بأي اتجاه راحت؟ بهداك الاتجاه على الغابة. شكرا كثير. اهلين. سانج رفيتي رفيتي. ما حدا رح يقدر يجي لهون لحتى ينقذك مني يا سانج. بترجاك لا تأذيني، بترجاك. راجيف راجيف، لا لا راجيف راجيف، بترجاك راجيف راجيف. الحب هو مثل النار يا سانج. يا بيطهر العقل والروح من الأفكار، يا أما بيخلي الجسد يتحول ويصير رماد. راجيف بترجاك. وهلأ شو بدي أعمل فيك يا أنا؟ راجيف لا. راجيف راجيف بترجاك. أرجون 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 أرجون, أرجون. رفيتي رفيتي. هذا لسانج. كيف رح يلاقيني أرجون إذا ضعت بالغابة؟ أنا لازم أعمل شي، رح أترك له شي دليل. سانج سانج سانج. راجيف بترجاك اتركني، بترجاك اتركني راجيف. ما راح اتركك يا سانج، لأنه موتك هو يلي راح يوصلني لحبي، لأنه أنا راح أرجع أجتمع مع حبيبتي بعد موتك. بس
راجيف مايا ما بتحبك إلك نهائياً. مايا بس بتحبني إلي يا سانج. بتحبني راجيف مايا. عم بتكذب، هي عم بتكذب عليك وتلعب بأفكارك. هي ما بتحبك إلك نهائياً، ما بتتذكر إنه هي حاولت تقتلك من قبل؟ أنا بتذكر كل شيء يا سانج. طيب لكن ليش؟ ليش أنت رجعت تسمع كلامها لمايا من جديد؟ راجيف اسمع، بترجاك اتركني روح، وأنا رح أوعدك إنه مايا رح نمسكها ونسلمها للشرطة. للأسف أنا رح أقتلك قبل ما تقدري تعملي هيك شي يا سانج. وبدي أقلك إنه ما في داعي تخافي يا سانج، لأنه بالأول رح تتوجعي شوي، بس بعدين كل شي رح يكون تمام. وإيه، أنا رح أوعدك إنه أنتي ما رح تكوني وحيدة هنيك، لأنه رفيقك الوفي رح يلحقك عن قريب، عن قريب كتير. سانج! سانج! لا! راجيف بترجاك! خلص! أرجون! أرجون! برأيي لا تتعبي حالك، لأنه مايا بتكون شافته وخلصت عليه. مايا ما رح تقتل أرجون. مايا رح تقتل أرجون. لأنه أرجون ما نو حب مايا واختياره، كان غلطته بس. تذكري منيح يا سانج إنه مايا وحدة ما بتنسى أخطاءها أبداً. سانج! أرجون! 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 خلاص يا سانج، لا حبك الكبير ولا حتى صوتك رح يكونوا كافيين، لأنه ما حدا رح يقدر يوصل لعندك يا سانج. للأسف حبيبك أرجون تخلى عنك وتركك لوحدك. بترجاك أرجون! سانج، انت بخير؟ أرجون!
كل إنسان بهالحياة وإله يومه يا أرجون، وبهاليوم نهايتك هون وعلى إيدي أنا. أنت رح تموت اليوم يا سيد شارما. راجيف! رفيقتك سانج كانت معك وواقفة جنبك بكل الأوقات، بس أنت ما رح تقدر توقف جنبها لما هي رح تموت. أرجون! لحظة، أرجون انتبه. الشغلة ما قدرت مايا أنه تعملها، أنا رح أعملها اليوم وبإيدي كمان. مو مهم نهائياً إنك تحاول تعمل أي شيء قدامي، عم تفهم؟ لأنه الشغلات اللي بده إياها راجيف بتصير. راجيف خلص اتركه. أنا الوحيدة المسموح إلى أنه تنهي حياة أرجون، ممنوع حدا يلمسه. أرجون الشرطة! مايا؟ أرجون كان بين إيدي، كان قريب كتير من الموت، ما بعرف شو صار. راجيف شفت كل شي قبل ما أنت تقدر تعمل شي لأرجون. الشرطة وصلت لهنيك. أنت بتعرف أنه حياتك بالنسبة إلي مهمة أكتر من موت أرجون. كيف ممكن أسمح أنه يصير لك شي؟ لو مسكتك الشرطة كانوا عرفوا مكاني ومسكوني أنا كمان، وأنا مستحيل أسمح أنه يصير لك شي راجيف.
أنا ما رح يصير لي أي شيء يا مايا. تعرفي ليش؟ لأنه حبك هو اللي رح يحميني. وفي حبك أنت كمان يلي عطول معي وبيحميني. أيوه وهو كمان رح يبقى معك على طول العمر. ما رح سامح أرجون على الشي اللي صار معك. راجيف هو زعجك وأذاك كتير اليوم. أنتي لا تخافي علي، أنا أكيد رح أتخلص من سانج لما لقي إنه الفرصة مناسبة لأعمل هالشي، ورح جيب هداك الغبي أرجون لعندك لهون، وبعدين أنتي رح تقتلي بكل سهولة، ووقت رح تثبتي حبك لإلي. أوكي ارتاح شوي هلأ. إيه رح ارتاح طالما أنتي هون مرتاح. انت رح تشوف حبي إلك بعد ما تقتله لسانج ساماي. حبه لأرجون رح يضمك ويكون موتك. انت منيحة؟ أنا كتير آسف، كنت متلبك بس انشغلت كتير وأنا عم دور على مايا، لهيك تركتك ونسيتك كمان. أنا كتير فيق سيء وغبي كمان، عن جد أنا كتير آسف. ما في داعي تعتذر أبدا، كنت متأكدة إنه أنت رح توصل لعندي لحتى تنقذني. وقبل ما يصير لك أي شيء أرجون، أنا واثقة بصداقتنا. أرجون، لأمتى رح نضل متخبيين هيك؟ كل الشرطة عم بتدور علينا ومايا كمان، ممكن يلاقونا بأي لحظة. شوفي ولا شي، رح نتخبى بمكان مثل هاد، ما رح نطلع أبدا. شو قصدك؟ قصدي إنه عم بتقولي بدك تمسكي مايا، انتي عانيتي كتير وانا خسرت كتير كمان، بس انا ما رح اخسرك. اذا كرهي لمايا خلى حياتك بخطر، فانا بفضل انه اتخلص من هالكره. رح نرجع وأنا رح سلم حالي للشرطة ورح نخلص من هاي القصة بهاي البساطة. أرجون، أنت لسه ما خسرت وما فيك تعمل هالشي، هنن رح يعدموك إذا قبضوا عليك وأنت عايش. ما فيني أتحمل خاطر بحياتك أكتر من هيك، أوكي؟ أرجون، نحن قربنا أنه نمسك مايا. ما بيهمني أبداً، خلاص انسيها لمايا. بالنسبة إلي هي ماتت، ما فيني خاطر بحياتك بس مشان أنا أمسك حدا ميت. بكفي، خلصنا بقى. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.